الإنسان يقول لك عندي ضيق في التنفس، عنده سعال، عنده يحس روحه مزير الداخل، وتكون سخته بوكو بلوس في الليل، تزيد القوالو بوكو بلوس في الليل. وهذا في اللي يقدر يخلطو مام تكون في لو دومين بارفوا في هذاك لو مومون ما تقدرش، بعض الاحيان ما تقدرش دي لا ديفيرونس. مي اون فيزون لانتيروغاتوار كي نتكلموا مع المريض، يعني يقول لك بلي هذا عنده مده، عنده مده وعندي هذا المشكل، كي تروح لهذه البلاصه كي نشم الغبار، كي نخرج لبرا، كي نروح للبلاصه الفلانيه، يعني اون فيزون لانتيروغاتوار كي نزيدو نقلبوا المريض، ما ثم نبداو نشكو اسكو هذه حساسيه تقدر تكون موسميه ولا على طول العام، ولا اعراض تاع كما قلتي لا غريب تكون اون رينيت ايغو. باش تقدر دير لا ديفيرونس ما تقدر ما تقدرش دير لا ديفيرونس في هذاك لو مومون، مي باغ لا سويت كي تبع المريض تاعك ودير لانتيروغاتوار تاعو وتبعو، يعني نقدروا يعني نشخصوا نديروا الفرق ما بين الحساسيه ولا ما بين لا غريب ولا الزكام.